اكشن. وبتبدا احداث فيلمنا باتنين من المافيا بيتكلموا وهما مستنيين بنت معينه عشان يقتلوها، لكن بيظهر من وراهم فجاه شخص مقنع وبيقتلهم وبيرمي عليهم ورقتين كوتشينه، وبيبقوا الاتنين دول ورق الولد، وده يبقى اول شخص على الله معانا النهارده. وبيصحى مارتن كاتب الافلام على رساله بيسال فيها وكيل اعماله عن امتى هيخلص الفيلم اللي بيكتبه، وبيزوره صاحبه بيلي اللي بيبان ان كايا حبيبه مارتن ما بتتقهوش عيل لزق، وبيدخل يعرف مارتن انه ضرب المخرج وساب الفيلم اللي كان المفروض يمثل فيه، وبيروحوا بعدها يتفرجوا على فيلمه. وبيسألوا مارتن عن شغله في خطف الكلاب ماشي معاه كويس ولا لا، فقال له لا بعد اذنك، اسمها استعاره مش خطف، احنا ما بنسرقش حاجه حد. قال له يا سلام، امال اللي بتعمله ده يبقى اسمه ايه؟ قال له احنا بس بناخدها لحد ما اصحابها يبداوا يعلنوا عن المكافاه اللي يلاقيها، وبعد كده بنروح نديهم الكلب وناخد المكافاه ويقدر مدخلك شهر. ايه ده؟ وبيساعده في شغله راجل عجوز اسمه هانس، ودي شغلته ان هو اللي بيرجع الكلاب بعد ما بيخطفهم بيلي، وبيطلب من بيلي يوصله المستشفى لان مراته عندها السرطان وبتتعالج في المستشفى، وبيقعد يتكلم معاها وبتتضايق منه بسبب خطف الكلاب دول، لكنها عشان بتحبه بتتقبل منه اي حاجه بيعملها. ايه الانثى الغريبه دي؟ وبيتكلم بيلي مع مارتن عن الفيلم اللي بيعمله اذا كان كتب منه حاجه ولا لسه، فبيعرفه ان هو كتب العنوان ده واللي هو السبعه المختلين، وانه كتب منهم لحد دلوقتي مختل واحد بس. فبيوري له بيلي الراجل اللي قتل اتنين من المافيا وكاتبين عنه في الجرايد، وبيقول له ان ينفع يخليه من السبعه المختلين بتوع فيلمه، وبيعجبه مارتن الدور وبيكتبه. وبيبدا مارتن يحكي عن شخصيه مختل من الفيلم اللي بيكتبوه، وان في يوم من الايام بنت واحد متدين لقوها مقتوله، والقاتل بعد سنه من قتلها عذبه ضميره بسبب اللي عمله، وقرر ان هو يسلم نفسه للشرطه، وطلب من المحكمه انهم يعدموه لكنهم حكموا عليه بالسجن المؤبد. وبتبدا حياه القاتل انها تتغير، وبعد كده بيدخل في طريق التدين وبينصلح حاله وبيندم على افعاله، ولما اتاكد السلطات من كده اطلقوا سراحه بعد 17 سنه، ومن بعدها هو بيحاول انه يعيش حياه هاديه وبسيطه لحد ما يموت، لكنه بيشوف ابو البنت اللي قتلها في كل مكان يروحه، لحد ما بعد 11 سنه عقله اتلحس، وفي ليله من الليالي بيبص العجوز من الشباك وبيطلع شفره حلاقه وبيقطع رقبته. ايه ده؟ واخر حاجه بيشوفها قبل ما يموت هي العجوز وهو بيطلع شفره حلاقه برضه وبيقطع رقبته، عشان يبقى ده المختل التاني. وفي مكان قريب من مارتن بيدخل تشارلي على ست تخينه وبيهددها بالقتل اذا ما قالتلوش الكلبه يوني بتاعته فين، لانها اتخطفت منها وما تعرفش هي فين دلوقتي. وبيطلع تشارلي مسدسه وبيجي يضربها، لكن المسدس بيعلق فجري، وبيبان انه متعلق جدا بالكلبه بتاعته، لحد ما واحد من رجالته بيقول له ان في ناس بتسرق كلاب اليومين دول وشويه، وبيرجعهم لاصحابهم بعد ما بياخدوا مكافاه. فبيقول له انت لسه هترغي يا اسطى، روح دور عليهم ورجع لي بوني. بوني دي اللي هي الكلبه. وبيقرب من الست وبيضرب طلقه جنب راسها وبيقول لها معلش كنت بهزر. دم امك تقيل. عشان يبقى ده المختل رقم 3. وبيجهز بيلي نفسه عشان يروح حفله كايا اللي هي حبيبه مارتن صاحبه، وبيحاول ان هو يبقى لطيف معاها على قد ما يقدر لانها ما بتتقهوش ولا هو بيحبها، فالدنيا خربانه معاهم هما الاثنين. وبنلاقي الكلبه بوني بتاعت شارلي عنده في البيت عشان نعرف ان هو اللي خاطفها. وبيروح الحفله وبيشوف مارتن وبيحكي عن شخصيه العجوز المختل اللي في سيناريو الفيلم بتاعه، وبيشد مع مارتن بسبب انه شرب كتير وبدا يسكر وبدا يتخانق مع كايا حبيبته وبتاع، فبيسيبهم وبيروح يكمل شرب. وبيقول بيلي لكايا انا اصلا اللي قايل له على قصه العجوز المختل اللي هو عمال يحكيها لك دي. وبيصحى مارتن تاني يوم وبيلاقي نفسه في بيت بيلي، فبيساله على اللي حصل عشان يعرفه ان كايا طردته من البيت امبارح بعد ما شتمها امبارح في الحفله بتاعتها قدام صحابها، لكن مارتن بيكذبه وبيتصل بيها عشان تقول له انت فعلا شتمتني وقفلت السكه في وشه احسن. وبيسيبه بيلي عشان يعرف يركز ويكمل فيلمه، وبيقول له افتح صفحه الاخبار في الجرايد عشان اعمل لك مفاجاه، وبياخد بعضه ويمشي. وبيتصدم مارتن لما بيعرف ان بيلي عمل اعلان في الجرايد بيطلب من اي حد شايف نفسه مختل يتواصل معاه عشان بيعمل فيلم عن المختلين وعايز يسمع قصصهم بنفسه. وبنروح لهانس اللي بيشوف شغله وبيوصل كلب لصاحبه وبياخد منه المكافاه، بس بيبقى ملاحظ رجاله تشارلي وبياخدوه معاهم في العربيه وبيسالوه بيخبي الكلاب فين، فبيوديهم على المخزن بتاع بيلي اللي فيه الكلاب، لكنهم بيلاقوا مارتن وما بيلاقوش يوني لانها في البيت بتاع بيلي. وبيقول لهم مارتن اللي مرعوب من اللي بيحصل انه عارف مكان بوني لانه شافها عند بيلي، لكن قبل ما يقول لهم اي حاجه بيدخل المختل المقنع وبيقتل رجاله تشارلي وبيرمي عليهم ورق الكوتشينه. وبيروحوا بيت بيلي وبيحكوا له على اللي حصل، وبيبقى مارتن مرعوب لانه ما بيحبش العنف. وبياخدوا بوني وبيقعدوا في كافيه يتكلموا مع بعض عشان يشوفوا هيعملوا ايه في اللي هم فيه، فبيقترح مارتن انهم يبلغوا الشرطه، فبيزعق مع هانس وفي الاخر بيقول له انا همشي عشان رايح المستشفى لمراتي. وفي نفس الوقت بيوصل تشارلي لمخزن بيلي وبيلاقي ورقه من المستشفى وقعت من هانس، وبيقرروا انهم يروحوا المستشفى ويستنوه. وبيتحرك مارتن مع بيلي عند بيته وبيلاقوا واحد ماسك ارنب وقاعد قدام البيت، وبيقول لهم ان اسمه زكريا وجا هنا بسبب الاعلان اللي عملوه في الجرايد. فبياخدوا بيلي يدخلوا البيت وبيقعدوا مع مارتن وبيسيبهم وبيمشي. وبيحكي زكريا لمارتن انه هو عنده 17 سنه، انه دخل قبو بتاع حد من القضاء وبتاع، واتصدم لما لقى جثتين لبنات زنوج وواحده كمان كانت على وشك الموت واسمها ماجي، وانهم حبوا بعض في اول لحظه اتقابلوا فيها وقتلوا القاضي وحرقوا بيته، وقرروا من ساعتها انهم يتمشوا في ارض الله الواسعه ويقتلوا في خلق الله، وبيعرفوا انهم كانوا السبب في مذابح فظيعه، لحد ما في يوم راحوا لواحد بيربي ارانب وماجي اللي بقت مراته بتثبت ايد الراجل في الترابيزه وبتولع فيه، لكن ده ما بيبقاش عاجب زكريا، وبياخد الارنب يحتفظ بيه وبتسيب
ماجي خاتم الجواز بتاعهم وبتمشي، ومن ساعتها هو ما يعرفش عنها حاجه. فبيعجب مارتن بحكايه زكريا وبيقرر يكتب عنه في الفيلم، وبيطلب منه زكريا انه يحط رساله لماجي في الفيلم بتاعه، وهي انه كان بيحبها وانه لازم كان يكمل قتل معاها. فبيوعده مارتن ان هو هينفذ له طلبه. وبيوصل تشارلي المستشفى وبيتكلم مع مرات هانس وبيسالها عن كلبه وجوزها، فبتقول انها ما تعرفش حاجه وبتفضل تستفزه لحد ما بيقتلها في مكانها. وبيطلع يستنى بره لحد ما يجي هانس اللي ما يعرفش شكله اصلا، وفي نفس الوقت بيعدي هانس من جنبه ومعاه بوكي ورد، وبيشوفهم وهم خارجين من اوضه مراته، فبيدخل اوضه تانية عشان ما يلفتش انتباههم. وبعدها بيدخل يحضن مراته اللي اتقتلت بطريقه بشعه، وبيطلع يقعد قدام شارلي. فبيستغرب من الكرافته القديمه اللي هو لابسها، فبيقلعها هانس وبيديها له، لكنه بيقوم بسرعه من قدامه اول ما بيشوف شكل رقبته اللي باين عليها انها كانت مجروحه قبل كده. وطبعا بيلي لا فارق معاه الكلام دوت، وقاعد بيعمل علاقه مع حبيبه شارلي، وبيعرفها ان هو اللي خطف الكلبه بتاعته كمان. فبتتصدم وبتقول له ان شارلي مختل، ولو عرف ان انت عملت كده هيقتلك. وبتمسك التليفون عشان تتصل بتشارلي وبتعرفه اللي حصل. فبيجي تليفون من هانس وبيعرفه ان تشارلي قتل مراته، فبيقول له انا جاي لك دلوقتي. وبيضرب حبيبه تشارلي بالنار وبياخد منها التليفون، وبيقول لتشارلي هات اسعاف وتعالى، عشان يبقى بيلي هو المختل السابع والاول في نفس الوقت. وبيوصل تشارلي لمكان حبيبته، وبيبان انه مهتم بالكلبه بتاعته اكتر من حبيبته نفسها. دي تتساب داي. وبيتحركوا على بيت بيلي بعد ما هرب بالعربيه مع اصحابه، وبياخدوا بالهم ان كل الكوتشينه اللي عنده ناقصه ورقه الولد، فبيبداوا يفهموا ان هو المختل اللي قتل اعضاء المافيا قبل كده. وبيتحرك بيلي بالعربيه وبيطلب من مارتن انه يساعده في كتابه الفيلم بتاعه، وبيبقى مبسوط بيلي من ده جدا. وبيروحوا على بار وبيتكلم مارتن مع هانس وبيعزيه على موت مراته، وبيقول له بقال الله اكيد في الجنه وكده يعني. فبيقول له هانس قول لي كده قصه من بتوعك بتتكلم عن الجنه والنار. فبيحكي له عن حكايه العجوز المختل اللي ذبح نفسه بعد ما شاف القاتل بيذبح نفسه. وبيوقفه بيلي وبيقول له بس مش لازم تحكي، بعد اذنك خلاص. فبيطلب منه هانس انه يكمل، فبيقول له تش 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 قلنا خلاص. وبعد ما بيخلص بيشيل الكرافته عشان يعرفه ان هو المختل اللي هو بيتكلم عليه، وبيتفقوا يساعدوه كلهم في كتابه فيلم مارتن. وبيروحوا الصحراء وبيعملوا خيم وبيفضلوا قاعدين هناك. وبيتكلم هانس مع مارتن عن شخصيه المختل الفيتنامي واللي ما بتبقاش عاجباه، بيقول لازم نغير فيها شويه حاجات وبتاع، لان المفروض ان المختل الفيتنامي بيدخل مع واحده امريكيه عشان يقضي معاها ليله وبتاع، لكنه بيطلع مسدسه وبيقتلها، وبيبقى شايف ان كده بينتقم بسبب الحرب اللي حصلت بين الدولتين زمان. ولما بيجي الليل بيحكي لهم بيلي عن مشهد النهايه اللي كتبه، ان المختل المقنع بيتصل بتشارلي عشان يجي ياخد كلبته، وبيطلب منه انه يجي لوحده، لكنه طبعا بيجيب رجالته معاه وبيجي. وبيقف المختلين السبعه يحاربوا، ومارتن واقف بيكتب، لحد ما بتدخل كايا وبتقول لمارتن انها اسفه وبتحبه، وكان لسه هيرد عليها وبوم الله يرحمك. وبيتقتل كل المختلين ما عدا المختل المقنع اللي بينقذ هانس ومارتن، وبيموت في الاخر وهو بيقول لمارتن انه كان عايز يبقى صاحبه مش اكتر. وتاني يوم بيضحك هانس ومارتن على اللي قاله بيلي امبارح، وانه كلام مش منطقي اصلا، لكن بياخد باله من الجرايد اللي كاتبه عن مقتل حبيبه تشارلز، وصوره بيلي بتبقى جنبها وان هو اللي قتلها. وبيتكلم بيلي مع مارتن وبيعرفه ان هو المقنع المختل، وانه عمل كل ده عشان يساعده في كتابه فيلمه. فبيقول له مارتن انه مش عايز يعرفه تاني، وبيقوم يدور على هانس اللي بيلاقيه، بيقول له ان مراته بتنده عليه وانها قاعده في مكان كئيب دلوقتي. فقال له انت كمان هتطلع مختل، حلك مني ومش ناقصاك لا مؤاخذه. ويلا بينا نروح، لكنهم بيبصوا وراهم بيلاقوا العربيه بتولع، فبيقول لهم بيلي ان هو اللي ولع فيها، واتصل بتشارلي وقال له على المكان عشان يحقق مشهد النهايه اللي هو كتبه. وتاني يوم بيقرر هانس انه يسيبهم ويمشي، وبينقذ بيلي وبيجهز الاسلحه عشان المعركه، لكنهم بيتفاجئوا بتشارلي ان هو جاي لوحده فعلا. فبيقول له بيلي ايه ده انت بتبوظ النهايه، طب خد يا اسطى، وبيدي له واحده في ظهره. وبيروح يطلع مسدس اشاره من العربيه بتاعته وبيقول له انت كنت هتقتلنا بده اكيد صح. وبيوصل هانس على الطريق وبيلاقي رجاله تشارلي وبيطلبوا منه يرفع ايده، فبيقول لهم لا والله ماليش مزاج يا جدعان. فبيقول له يا اسطى انا معايا سلاح، المفروض ان انت تخاف وبتاع، انت اهبل ولا ايه؟ بقول له والله اخويا ما بقتش فرجي. قال له اه صح كله رايح. وفي نفس الوقت بياخد مارتن تشارلي بالعربيه بتاعته عشان يوديه المستشفى. وبعد ما بيمشي وبيفهم بيلي مسدس الاشاره ده لازمته ايه، وبيضرب طلقه في الهواء عشان ياخد رجاله تشارلي بارهم من الاشاره ويتحركوا على المكان. لكن قبل ما يمشوا بيعمل هانس نفسه هيطلع مسدس، فبيقتلوه وبيجروا، وبيعترضوا طريق مارتن وبياخدوه معاهم وبيرجعوه لبيلي اللي بيقدر يقتلهم كلهم ما عدا تشارلي وواحد كمان. وبيطلع قدامهم وهو ماسك بني الكلبه وحاطط المسدس الاشاره في دماغها، وبيقول له سيب مارتن عشان ملوش دعوه باي حاجه. وبيطلب منه مارتن يسلمه الكلبه ويمشي، لكنه بيرفض وبيقول له لازم النهايه تبقى زي ما انا كاتبها. فبياخد مارتن العربيه وبيمشي، وبيطلب من تشارلي انه يقتله، بس المسدس بتاعه بيعلق تاني فجر يلا، وبيفضل يظبط فيه وبتاعه بيصلحه وبيديله واحده في دماغه بيموته. لكن الحكومه بتوصل وبتقبض على تشارلي واللي معاه قبل ما ياخدوا الكلبه برضه. لا الكلبه دي مظلومه في الفيلم. ولما بيوصل مارتن الطريق بيلاقي هانس وهو ميت وماسك في ايده التسجيل اللي كان بيسجل بيه، فبيشغله عشان يسمع اللي اتقال فيه، وبيعرف انه غير قصه الفيتنامي، وانه فجاه بيلاقي نفسه في وسط مدينته وحاطط نفسه في بنزين، وبيولع في نفسه اعتراضا عن الاوضاع اللي شافتها البلاد.
وبعدها بينشر مارتن الفيلم وبيكسر الدنيا وبتاع. لكن زكريا بيتصل بيه يوم العرض وبيقول له، قال له انا شفت الفيلم بس ما شفتش قصته، يعني مالك فيه؟ احمر على ابويا بطيخ. قال له اخ نسيت، هبقى اكلم يا اسطى دور العرض عشان يدفوه في الاخر وبتاع. فبيرفض زكريا بيقول له يا اسطى ما تقلقش كده كده هقتلك يوم الثلاث. ايه ده؟ فبيقول له مارتن مناسب جدا الثلاث يا اسطى انا موافق. ايه ده برضه؟ فبيستغرب زكريا وبيقول له انت اكيد عديت على معاناه عشان تتغير بالسرعه دي. فبيقول له يا اسطى خلاص لا هاجي لك لا ثلاث ولا غيره، وبيطلب منه طلب اخير وهو انه ينزل دلوقتي يتكع على اللايك لحد ما صبعه يدوحس. اكيد لا يعني يتكع واحده صبعك يدوحس ايه؟ طب احبك يا اسطى. ويعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصله نوتيفيكيشن اول ما ننزل حاجه جديده. ولو انت جديد يا اسطى هنا فزايه وحشني وحشني، وما تنساش تشوف اللي فات يا اسطى. نظر ولا بهزر؟ اكيد يا اسطى مالك. وكات الفيديو ده على ورقه وقلم يحيى السباعي وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي. انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.